لو صحيت في يوم لقيت العالم من غير ستات تعمل ايه؟ ما لقيت ستات يعني في العالم كله خالص. انوم. ايه؟ انوم يعني يفضل نايم عادي يبقى احسن لنا. هبقى مبسوط جدا والله. ليه؟ كده ان انا متجوز. ممكن افرح بس بعد كده لا. بعد كده هحزن. اه مينفعش. لا طبعا هتضايق. ليه؟ الا مراتي بالذات. اشمعنى؟ شكلك بتحبها. طبعا. طب لو صحيت ما لقيتش ولا ست في الدنيا بغض النظر عن مراتك، بلاش مراتك، تعمل ايه؟ مش معايا حاجه. مراتك هي اللي فارقه معاك. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. هو اجابته الحمد لله تغير. كنت هقولها والله. وش وضهرك. كل ازاي طيب؟ فكر في بطنك. لا هنعمل اكل وهنام. هتعرف تعمل اكل؟ اه. هتغسل هدومك؟ عادي. هتنشرها؟ هنشرها برضه عادي. بصراحه يعني نفسي انام واقوم الصبح ماليش ولا ست والله. يا ساتر يا رب. انت بتكرهنا للدرجه دي؟ جدا والله. الحياه مش حلوه يعني اكيد يعني. بس كده؟ بس عادي يعني هعيش. هتعيش ها؟ هتكون حاجه اعز حاجه عندك في الجهاز. تعملي ايه؟ اكيد هتتضايق. الست الام الاب الاخت الام كل شيء. ست هي الحياه حقيقيه من غير ست؟ هي الام وهي الاخت وهي اللي ربت، ولولا الست ما يبقاش الرجل.